ما تواخذنا، عذبناك معنا ولا يهمك. اوعك تاخذها شغله شخصيه اخي، ها؟ ان شاء الله بتشتغل معنا بالاعمال الثانيه. فهمت عليك سيد عمران، يلا عن اذنكم. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اليوم خلصنا يا شباب، بكره رح نخبركم. تفضل. تسلم. تسلم. يلا نادي لي اللي واقف على الدور. اللي بالدور يا شباب. تفضل اقعد. قلي شو اسم حضرتك؟ مراد علمدار. كويس، ما اتقن دورك منيح. عمران انا اخوك مراد. يا الله يا ربي، أنا بحلم ولا بعلم؟ معلم أتيش، إذا كانت مسحة هاي رح موتك. ها تعال يا عمران، تعال تعال. يا الله أنت عايش معلم؟ يا ربي ألف الحمد والشكر لك، لكان ما متت. بس اهدى شوي يا عمران، خلاص فوت عود. كيف صار هيك معلم؟ عمران فوت عود، عود شوي رح احكي لك. عود خلاص. لكان عم تعمل لي فيلم. معلم انت عايش؟ هاي بعدين بنحكي فيها. معلم بترجاك احكي لي شو صار وليش هيك. لا شفت ولا سمعت ولا بتعرف. ممكن ضيف اللي شفته على السيناريو؟ شو كأنك لسه مصر على أنك شفت؟ ليش واقفة على الباب؟ خليني اروح على البيت، تأخر الوقت. طيب مثل ما بدك يا عمري. رهف كيفها؟ خاطرك امي، مع السلامة. كلياتكم لازم ترفعوا كتير من عزيمتكم. هذا المضمار الصعب رح يعطيكم فرصة لتقدروا تظهروا فيه قوتكم. رح تتجاوزوا هذا المضمار للعالم الموجود بنهاية المضمار. لازم تستولوا عليه، بس لازم تكونوا سريعين كتير يا رجال. في واحد قناص رح يتابعكم،
إذا كنت هدف واضح لمدة 5 ثواني على ناظور القناص، يعني إذا ما تحركتوا بسرعة أو حتى خففتوا سرعتكم، القناص رح يضربكم دغري. بلشوا. أمرك سيدي. يلا تفرقوا بسرعة. كلياتكم القناص قتلكم. ليش؟ لأنه همتكم ضعيفة. لو كان في عندكم لياقة بدنية تقدروا تغيروا مكانكم خلال 5 ثواني لتهربوا من رصاص القناص، كان فيكم توصلوا على المكان اللي فيه العلم. وهلأ هدفكم الحصول على الهمة اللي رح توصلكم لهذا العلم يا شباب. عم تفهموا علي يا شباب؟ مفهوم سيدي. هلأ فيكن ترتاحوا. أهلا وسهلا معلم، شو بتاخد؟ قهوة بحليب. حاضر معلم. أنت فهمت شو طلبت أنا؟ فهمت معلم، بدك قهوة وحليب. قهوة تركية بتحط نقطة حليب وسكر. ها فهمت عليك، قهوة وشوية حليب. ماشي معلم. قلت لك ألف مرة تفهم على زبون شو بده وتأمن له طلباته. روح. ماشي معلم. يلا العاب، خود وخلي هي السدة لإلك. ماشي رأيك يلا بخاطر رفيقي. كأنه الليلة مالي حظ بنوب، أنا رايح على البيت.
تفضل يا معلم. معلم معلم، نسيت تاخذ لك مالي معلم. خليهم لك. يسلموا. انتوا كملوا، انا رح اغسل ورجع. طيب رح نكمل الدق لحالنا. طيب انتو خدوا الترتيبات اللازمة ونحن رح نتابع الموضوع من عنا. كل الكاميرات الموجودة خلينا نشوفها. شوفي يا نورة، وصلنا خبر انفجار. المعلومات الأولية بتقول عملية إرهابية. وين؟ بقهوة بجمهورية كوي. وشو الوضع؟ في قتلى وجرحى كتير. في عنا شي معلومات عن هاي المنطقة؟ عملية مانا متوقعة أبدا. نبعت فريق من عنا كمان؟ أنا رح روح هاي نورة. طلحت هارتكن، بدكن تطلعوا معي.
أولوية عبد الحي وبنتكم رهف ما فيني ناقشك فيها أبدا. المشكلة مشاركتكم بمثل هيك عمليات فيها خطر علينا كمجلس. عائلتي ورفقاتي عم يناضلوا وعم بيواجهوا برا كل أنواع المخاطر، وأنا قاعد بهذا المكان اللي عم يقتلني. أنا فهمانك، وأنت لازم تفهمني. اخترت عبد الحي يكون نائب شخصي لألك مشان تقضي على دور الشايب، وخليته يبين على العلن. وإذا بينت علناً أنك عايش ممكن يستنتجوا أنك أنت الشايب، طالما أنه عبد الحي هو بمنصب النائب. مثل ما بتعرف أستاذي، أنا أجيت على هذا المنصب بظروف طريقة. إذا رجعنا وعينا الشايب من خلال شجرة الأصول، الخطورة يلي عم تحكي عنها رح تنتهي. مثل ما بتعرف أنت، في عنا نقص 2 من أعضائنا، وهالشي عم يصعب اتخاذ بعض القرارات، وهذا النقص رح يكون إشكالية كبيرة بقرار مهم مثل اختيار الشايب من خلال شجرة الأصول. معناتها خلونا نبلش ونحدد أعضائنا الجدد من شجرة الأصول حتى أقدر أخلص من هاي الازدواجية. سيدي أهلا وسهلا. قدرت تحددوا شو هو سبب الانفجار؟ استخدام قنبلة متوسطة، بس لسه ما قدرنا نحدد شو نوعيتها. تيمور تعال عندي. بدي تتصل مع عابد ونهاد بخصوص الانفجار اللي صار بجمهورية كوي. بدي تعرف لي مين ورا هي الشغلة، راس كولن ولا حراس المعبد ولا مين؟ أمرك معلم. طبعا. مين هاد؟ صباحات كوك تورك. شايفة؟ من امتى؟ مين برأيك؟ شو بيعرفني مين؟ صباحات كوك تورك، بدك تيجي معي؟ مالي رايحة على مطرح. مارغريت تيودورا. عجلي شوي يا بنت مارغرين. ما في زيارة بهاي الساعة، لوين رايحة؟ عأميركا. مسكينة جنة عبد الخالص. كيف بدنا نطلع من هون؟ كل شي جاهز، انت اعملي اللي رح قلك عليه ولا تتركيني.
عفوا بس انت لوين مفكر حالك اخذها؟ عجلي شوي وغيري ثيابك. ادخل. معلم، عابد ونهاد قالوا انه ما عندهم اي علم بهذا الموضوع. تيمور اتصل بعاكف، راح يخطفوا مارغريت من الحبس بسرعة. حاضر. شو منتظرين؟ اسرع على السيارة. متأكد انه مت بهي المستشفى؟ متأكد، المصدر مؤكد. طيب كيف رح ندخل لجوا؟ بدي أخبر عن حادث سير، في جرحى كمان، بدي سيارة إسعاف. هاي نورا، في شي معلومات عن مارغريت؟ خطفوها من الحبس يا عاكف. نحن ورا الأرماجيدون، ممكن تكون معهم بالسيارة. انتو كمان شوفوا كل كاميرات مراقبة السجن. طيب ماشي عاكف.
عن جد بهنيك، عملت عملية مذهلة. ليش اجينا لهون؟ يلا خدوها. شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ اتركوني. اتركني. شو مفكرين حالكم عم تعملوا انتو؟ اتركوني. لك شو عم تعملوا انتو؟ اتركوني. لك شو عم تعملوا؟ اتركني. لك انتو شو مفكرين حالكم عم تعملوا؟ شو جنيتوا؟ انت مين؟ عزرائيل. كيف؟ قبل ما أنتوا توصلوا على السجن كانت مارغريت طالعة من هنيك بسيارة تانية. وقدرتوا تحددوا مكان السيارة؟ رح أبعت الإحداثيات اللي بيّنت فيها آخر مرة. أرتيكن، أنت خليك هون، راقب المنطقة من عندك. خلص ماشي معلم. طلحت. خدوها على السيارة. سيدي، لقينا مارغريت بس مقتولة. عاكف، مين اللي عمل هالشي؟ سيدي لهلأ ما بيّن معنا شي، ولساتنا بمكان الحادث. عاكف، عاكف، عاكف.
عاكف؟ 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 تعال. طلحات، طلحات. أرتكين. على مهلك. ادخل. تفضل معلم. تيمور، خبر عبد الحي فورا. عاكف والشباب وقعوا بكمين، خليه يروح يدعمون. ماشي معلم. تيمور، خلي فريقك جاهز كمان، نحن ممكن نطلع. حاضر معلم. بس تاخذ متى عندي شغلات بدي اساله عليهم. خلص لا تخاف، رح بيكون عنا وقت لنحكي كل شي معه. نعم تيمور. عبد الحي، عاكف والشباب وقعوا بالفخ، الشايب بده اياك تروح تساعدهم. وينهم هن؟ رح ابعث لك المعلومات على الموبايل. طيب تيمور، امشي عارف بسرعة. لوين عبد الحي؟ ما بدنا ناخد متى؟ متى رح ينتظر شوي معلش، لأنه القدر عم بيخبرنا أنه لسه ما أجا أجله. يلا. عليك العافية. الله يعافيك يا دكتور. كيف صار وضعي؟ على علمك رح موت يا دكتور. قبل ما تخلص الشغل اللي تركته ناقص ما فيك تروح على اي مطرح يا متى. وانت مين بقى؟ انا مستر كي. مستر كي؟ الاستاذ رونالد كان حاكي عنك رح تجي. طيب يا مستر، في شي طالبينه مني يا ترى؟ أكيد بدي منك تكمل الشغل اللي ما كملته. أنا أول ما أطلع من هون أول شي رح أنقذ مارغريت من بين إيديهم. لا ما في داعي، هذا الملف تسكر. مارغريت ماتت، كان في أستاذ حاولت تغتاله من فترة بس ما قدرت. شو كان اسمه؟ ضياء الدين. ضياء الدين. أول مهمة إلك بدك تقتله. إمتى؟ إيه؟ بعتقد إنك بكرة رح تتخرج. مفهوم. إذا أنت ما كملت الشغلات اللي ما كملتون، أنا بكمل الشغل عن الكي جي تي. أنت جاي لهون لحتى تهددني؟ فيك تعتبرها نصيحة دكتور؟
أخي ما في داعي تلبس. بترجاك خليني خبر الدكتور خليه يجي يشوفك. الأحسن يشوفني واقف على رجلي. لازم أطلع من هون بسرعة. شو صار؟ سيدي في حدا طلع عايش من الانفجار، شو نساوي؟ قتلوهم كلياتهم. الفرق بطريقة لهم ونحن ناطرينهم. خلص الذخيرة. رح نحمي حالنا ونتفرق عن بعض. انت روح لهديك الجهة وانا بغطيك. ايه ليش واقفين يا حقي؟ يلا صار وقتها، خلينا نوصل جوابنا لعبد الحي. يعني عم تقول انك موجود باللعبة؟ لا، صار لنا زمان عم نلعب بالطمامة يا حقي. مليت انا. هلا صار عنا فرصة نسعى فيها عبد الحي لينزل على الميدان. وعن قريب كتير يا حقي رح بيكون هدفه المباشر لمسدس السيد كي. سيدي، يعني حضرتك رح تدخل مستر كي بقضية المناقصة؟ لا مو هلأ، بس إذا صار في وضع خارج إطار سيطرتنا منفكر. بس طبعاً لازم نتحرك بطريقة نكون حذرين فيها. مع كل أسف الدولة عم بتقلل من ساحة المناورات تبعنا. يعني لأنه نحن ما أخذنا مناقصة سيارات الجيش وما بلشنا ندخل بمشروع الإنتاج؟ بالضبط، ومشان هيك شروط المناقصة الجديدة تم تقليصها لدرجة أنه ما تقدر تنزل فيها مجموعتنا القابضة بأي شكل. أي شركة فيه إلى شريك أجنبي ما عاد فيها تدخل على المناقصة أبداً. شو بتريدني أعمل سيدي؟ بهذا الموضوع بدك تحط صارب بالواجهة، خليه يدخل على المناقصة باسم شركة لإله. حاضر سيدي. سيدي في شغلة تانية لازم تعرفوها بخصوص مسألة المناقصة. المهندسين عنا لسه لهلا ما كملوا شغلهم، ما طلعوا نموذج عربة كشف الألغام. كيف ممكن هيك؟ كم مهندس مشغلين مشان هالشغلة يا حقي؟
سيدي المهندس اللي كنا نحن راكدين وراه قبل الحادث كان ماحي كل المعطيات إذا بتتذكروا. هاي الشغلات من اختصاص صارب، وكمان روح قل له خليه هو يحلها مثل ما بتمر سيدي.